لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، طواقم السفارة الأمريكية في بغداد تمتلك وحدة المهام الأمريكية مخولة باستخدام الذخيرة الحية. في موقع كتابات وزراء عبد المهدي، يخدعونه ببيانات مضللة. في صحيفة البصائر، جباية الميليشيات تضرب المزارعين في البصرة. في موقع الجزيرة نت، السودانيون يعبرون نحو الدولة المدنية بتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية. في العرب اللندنية، كارثة إنسانية تتربص بالهاربين من التصعيد العسكري في شمال سوريا. في القدس العربي، سيناتور أمريكي ينبغي وقف المساعدات عن إسرائيل. وفي العربي الجديد، الحوثيون يعينون سفيرا يمثل اليمن لدى إيران. السلام عليكم. يقول الكاتب علي الكاش في مقال نشره في موقع كتابات: عندما وصلتنا معلومات من أحد المطلعين على ما يجري في جرف الصخر، وقف شعرنا من هول الصدمة والمصيبة، ورحنا نفكر هل يمكن أن يجري هذا الأمر في العراق؟ وهل يوجد عراقيون بمثل هذه النذالة والسفالة؟ وهل يمكن أن يجمع الإنسان كل الكبائر والصغائر في قلبه الصغير؟ هل من المعقول أن تحمل أحزاب اسم الله أو الإسلام كل هذا الإجرام؟ أين النواب العراقيون الذين وعدوا ناخبيهم بأنهم سيعملون على إعادة النازحين، سيما في جرف الصخر ومنطقة العويسات وسيد غريب والأنبار وصلاح الدين إلى مساكنهم؟ ما وصلتنا من معلومات أن ملف جرف الصخر تمسكه عدة ميليشيات جميعها منضوية تحت جناح ما يسمى بالحشد الشعبي الطائفي، أولها حزب الله، وهو الحزب الرئيس الماسك بزمام الأمور، ويليه منظمة بدر وعصائب أهل الحق وميليشيا الخرساني وميليشيا أبو الفضل العباس وكتائب علي بن أبي طالب وميليشيا النجباء. لا أحد يجهل أن الآلاف من أبناء السنة يقبعون في سجون سرية في جرف الصخر، وهم يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب بعيداً عن الرأي العام العراقي والعالمي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان. وأشارت معلومات أن هذه المنطقة تحتوي على عشرات المخازن من الأسلحة المحظورة التي أرسلها نظام ولاية الفقيه كأمانة عند الميليشيات الموالية له، ومنها صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى، وبعض من هذه الصواريخ سيتم استخدامها ضد القواعد الأمريكية في دول الخليج والكيان الصهيوني إذا تعرضت إيران إلى ضربة عسكرية. وتوجد قوات من الحرس الثوري الإيراني تضم خبراء فنيين وقيادات عسكرية في معسكرات داخل جرف الصخر، وهذا يفسر سبب تزمت النظام الإيراني بعدم السماح بعودة المهجرين في جرف الصخر إلى مساكنهم، وكذلك عدم السماح لأي مسؤول عراقي بالدخول إلى المنطقة المحظورة. من هنا نتحدى رئيس البرلمان الحلبوسي للدخول إلى منطقة جرف الصخر قاعدة إيران المتقدمة، وهذا التحدي نطرحه أمام الرأي العام العراقي، ونطلب منهم أن ينضموا إلى دعوة التحدي هذه لصاحب أعلى سلطة في البلاد كما يزعم الدستور المسخ. الحقيقة أن الجاني معلوم، وهي ميليشيا الحشد الشعبي، والجثث المجهولة معروفة، لكن الحكومة لها مآرب في ذلك. نسأل الحكومة: هل انتهى الإرهاب حقا في العراق؟ وماذا نسمي هذه المجزرة؟ أليست إرهابا؟ لماذا تم توقيت الإعلان عن هذه العملية في عيد الأضحى المبارك؟ وأين موقف الوقف السني؟ وأين رئيس الجمهورية مما يحدث؟ أليس هو حامي الدستور؟
الأحداث تؤكد في العراق عدم تمكن وقدرة حكومة بغداد على مواجهة الميليشيات والسيطرة على فعالياتها ودفعها للامتثال للقرارات الصادرة من بغداد، وهذا دليل على ضعفها وعجزها وعدم مقدرتها على إلزام الميليشيات بتنفيذ تعليماتها وعدم امتلاكها أي سلطة فعلية لمواجهة قيادات هذه العناصر الميليشياوية ولا حتى المشاركة في عملية تحريكها من مكان لآخر، وفق الكاتب أياد العناز في مقاله بصحيفة البصائر العراقية. لم تستطع حكومة بغداد من مواجهة هذه الفعاليات والسلوكيات لقادة الميليشيات والعناصر القتالية المرتبطة بها والتابعة للحرس الثوري الإيراني والمرتبطة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية الإيرانية. هذا العامل المهم الذي تمكنت فيه هذه الميليشيات من مواجهة جميع القرارات التي أصدرتها حكومة بغداد، وآخرها القرار الديواني المرقم 237 في الأول من تموز 2019 الذي دعا إلى جعل الميليشيات المسلحة المنضوية ضمن قوات الحشد كجزء لا يتجزأ من القوات الأمنية والعسكرية العراقية. ورغم أنه قرار يأتي في سياق إثبات وجود وحركة حكومة بغداد في سعيها المزعوم للسيطرة على الوضع الأمني في المدن العراقية وتعزيز حالة الأمن والاستقرار السياسي ومنع انتشار الأسلحة وجعلها بيد الدولة وأجهزتها التنفيذية، ولكن واقع الحال كان عكس ذلك من خلال عدم التنفيذ المباشر للأمر الديواني الذي حدد مهلة نهاية شهر تموز 2019 للانتهاء من جميع عمليات النقل والغلق الخاص بالمكاتب والمقرات التابعة لهذه الميليشيات وتحديث واقعها العسكري وتغيير هيكلتها لتكون واحدة من المؤسسات الأمنية التابعة للقيادة العسكرية في بغداد لتحمل عنوانا جديدا، وهو العمل ضمن إطار القوانين والتعليمات العسكرية النافذة في بغداد. الذي حدث سارعت العديد من قيادات هذه الميليشيات لتؤكد حقيقة ارتباطها الوثيق بالنظام الإيراني واستعدادها للدفاع والقتال من أجل استمرار المشروع الإيراني في العراق والوطن العربي. لا تستطيع حكومة عبد المهدي التدخل بشؤون الميليشيات الخاصة والمتعلقة بعملها الميداني أو سلوكها مع أبناء المناطق التي تتواجد فيها، ومواجهة الانحرافات والأخطاء الجسيمة التي تمارس ضد أبناء المحافظات والمدن والأقضية التي تتخذ منها مقرات لها وتعمل على الانتشار الواسع لعناصرها للسيطرة والهيمنة على الوضع الأمني والاقتصادي ومنع جميع الجهات العسكرية والرسمية الأخرى من التدخل في أعمالها. كشفت مواقف عديدة أخيراً، أهمها ما حدث في حفل افتتاح بطولة غرب آسيا بكرة القدم في ملعب كربلاء، عن أن الأحزاب والقوى السياسية الطائفية في العراق تمر بأزمة فيما يخص علاقاتها بالشعب وبتوجهات الرأي العام. وبان واضحاً على الأقل في سياق التغطيات الإعلامية أن الإسلاميين أصبحوا بسرعة في موقع المدافع في هذه القضية، ما يعكس أزمة في علاقتهم بالجمهور. هذا ما جاء في مقال للكاتب رافد جبوري في صحيفة العربي الجديد. وصف الأزمة الحالية بأزمة الطائفيين هو أدق من وصفها بأزمة الإسلاميين، لأن العامل الأساسي المفرق في العراق حالياً هو العامل الطائفي، وهو المنظار الأدق لتقييم تلك الأحزاب والجماعات وتصنيفها. فما يجمعها فعلاً هو النهج الطائفي، أما الأيديولوجية الإسلامية فقد كان واضحاً منذ الأيام الأولى لغزو العراق أنهم غادروها عملياً نحو نهج أكثر براغماتية تمثل في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل الوصول إلى السيطرة على الحكم، بعد أن كانت عقيدتهم المعلنة أيام المعارضة تعادي أمريكا وتصفها بالأوصاف نفسها التي تأتي من إيران التي كانت تدعم تلك الأحزاب. حتى في التطبيق بعد السيطرة على الحكم دعمت تلك الأحزاب وأنصارها النهج الطائفي في الممارسات الدينية، ودعمت هيمنته وهيمنة رموزه على الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية. في المقابل لم تنتهج نهجاً إسلامياً تقليدياً في تطبيقات القوانين في العاصمة بغداد تحديداً. أما في الجنوب ذي الغالبية الشيعية فقد تناغمت تلك الأحزاب مع بيئة محافظة فقدت معظم معالم التحديث الاجتماعي بسبب سنوات الحصار والحروب، و
ولكن السنوات الأخيرة أفرزت ظواهر غريبة تمثلت في تربح ميليشيات ترفع الشعارات الإسلامية من عمولات وإتاوات تفرض على تجار الخمور وأصحاب أماكن لعب القمار وغير ذلك. من غير تغيير في قواعد العمل السياسي، صعب على العلمانيين في العراق يترجموا حنق الرأي العام من تصريحات القادة الطائفيين المسيطرين ضد ما حدث في ملعب كربلاء إلى تغيير سياسي. أزمة الطائفيين مستمرة وهم يخسرون كل يوم، وكانت نسبة المشاركة المتدنية في انتخابات العام الماضي مؤشرا واضحا على كل ذلك. لعل ما تعرض له مخزن صواريخ النظام الإيراني في بغداد مؤخرا إشارة إلى أن زمن عنجهية النظام الإيراني وإرهابه وتهديدات جيوشه وعنتريات ميليشياته قد مضى وانقضى. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. لم تسلم مدينة أو قرية في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والسعودية والبحرين ومصر والمغرب والسودان، ولا في بعض دول شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية من شرور الحرس الثوري الإيراني، أو بالوساطة بتكليف ميليشياته الخارجية وخلاياه النائمة التي يحركها عندما تقتضي حاجته السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية بذلك. ويمكن تشخيص مأزق النظام الحالي بأمرين: الأول أن سلاحه التقليدي قد فقد فعاليته واقعياً وأصبح أقرب ما يكون بلا سلاح بفعل البوارج وحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات والأقمار الصناعية التي تحاصره وتمنعه ليس من استخدام ذلك السلاح بل حتى من التهديد به كما كان يفعل في المنطقة قبل ذلك الحصار. أما الثاني فإن أجنحته المسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن لم تعد قادرة على فعل شيء ذي قيمة عسكرية حقيقية لنصرة النظام مع تفاقم أزمتها التمويلية والتسليحية وكثافة الهجمات المتلاحقة التي تستهدف معسكراتها ومخازن سلاحها، ومع المراقبة الدقيقة لكل عناصرها من قبل عشرات أجهزة المخابرات العالمية والعربية على مدار الساعة. ميليشيات إيران في العراق رغم أنها صاحبة القرار الحقيقية والمهيمنة على الحكومة والبرلمان، فإنها لم تستطع أن تقدم على تنفيذ أي من تهديداتها الفارغة بمهاجمة معسكرات أمريكا أو سفارتها أو أي من مصالحها في العراق والمنطقة، وذلك لأنها أصبحت على علم مؤكد بأن أي حماقة ترتكبها ضد أي كيان لأمريكا أو أحد حلفائها تعني نهايتها الحقيقية، خصوصا أن الشعب العراقي يتربص بها الدوائر ويكرهها. أصبحت حرب فيتنام بعيدة ونادرا ما تأتي في السياق العام لأحاديث الحروب الكثيرة، بل إن الحرب لم تعد مثيرة لهوليود لإنتاج أفلام عنها بعد أن كانت شائعة لوقت طويل. الآن تتوارد الأنباء أن الولايات المتحدة في طريقها إلى عقد اتفاقية سلام مع حركة طالبان. الولايات المتحدة لم تكسب الحرب مع طالبان، وبعد نحو 18 عاما على أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، فإنها سوف تخرج من أفغانستان رغم توازن القوى المختل لصالحها. عن الحروب الطويلة كتب عبد المنعم سعيد في صحيفة الشرق الأوسط. الصراعات الجارية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وفلسطين وأفغانستان هي ما يطلق عليه في العلوم السياسية الصراعات التي تتوغل عبر المستويات الطائفية والقبلية والمناطقية التي لها مفهوم للزمن، وعلاقته بالصراع تختلف عن ذلك الذي يقره العصر الحديث. هذا الأخير يراها مشروعاً له بداية ونهاية وبناء وانتهاء بوظيفة مضافة. أما في العصر الشرق الأوسطي فإن العلاقة واستمرارها عبر الزمن هي من طبائع الأشياء، ولذلك فإن الحروب في الشرق الأوسط لا تنتهي مهما كانت المآسي والصور التي تجري للقتلى والجرحى والمدن المدمرة. ولذلك فإن سقوط صدام لم ينهي الحرب في العراق، ولا كان مقتل القذافي نهاية لأمور ليبية معلقة. بشار الأسد لم يمانع في تدمير 3/4 سوريا، وكان لديه من الصبر ما يكفي لكي يتعايش الآن مع 60% منها.
داعش الآن تعيد بناء نفسها في العراق وسوريا، ولكن الحروب في الشرق الأوسط لا تنتهي، لأن أطرافها الشرق أوسطية باقية. الأطراف الخارجية وحدها هي التي تقرر الخروج، ويعد ذلك داخليا على الأقل انتصارا. ليس مدهشا أن أقدم صراعات المنطقة وأكثرها شهرة هي الأقل كلفة في الضحايا والتدمير مقارنة بما جرى في حروب الشرق الأوسط الأخرى في فلسطين. لم يعد أحد يتذكر فيتنام، وإنما كيف يكون الاقتراب من علاقة تجعل العيش ممكنا بأقل التكاليف. الشرق الأوسط الجديد مصطلح صهيو غربي يجري التساوق معه ضمن مصطلحات ذات مفهوم وغايات مرسومة بقصد ترويجها كالنظام العالمي الجديد، الشرق الأوسط الكبير، الشرق الأدنى، وهلم جرا من مسميات مبتدعة. عن الفوضى الخلاقة في بلاد العرب كتب عبد الحميد الهمشري في صحيفة الدستور الأردنية. بطبيعة الحال الفوضى الخلاقة تصب في صالح هذين الاستعمارين العنصريين، حيث يسعى كل منهما لفرض أجندته على الآخر ليخلو له الجو في فرض هيمنته على قلب العالم القديم الذي ما زال منذ الأزل مفتاح التحكم والهيمنة على العالم بأسره. فلكلا الفريقين من الاستعمارين، السيو اقتصادي أمريكي والسيو استيطاني احتلالي صهيوني، أجندته التي يسعى من خلالها للتحكم في هذا العالم بمفاصله من ألفه إلى يائه. وكليهما في توجهاته عنصري الغايات والأهداف، التطرف ونشر الفوضى والفتن السبيل الأمثل الذي يحقق لكل منهما ما يرسمه ويبتغي الوصول إليه في سبيل إخضاع الشعوب بالدسائس وبث الضغينة لتأجيج نيران الحقد بين مكوناتها جميعاً، ليركل بعضهم بعضاً كما يركل لاعبو الكرة كرة القدم الساحرة المستديرة بأقدامهم. وكلما اعتقدنا بفشل هذين التوجهين أو تراجعهما، برز لنا ما يوحي بأنهما ما زالا في أوجه نشاطهما ويسعيان وبأساليب مبتكرة جديدة تمنحهما القدرة على المناورة والنفاذ لمكامن كل قطر عربي، والاستمرار من خلال اللعب على حبال الشعبوية المقيتة وبث روح الخلاف والاختلاف بين مكونات الشعب العربي الواحد في مختلف الأقطار العربية باستخدام أسلوب الجزرة تارة والعصا في غالب الأحيان كاختبارات ترويضية لتصبح في المجمل في خدمة شرورهم. التوجه الصهيو أمريكي يهدف من الفوضى الخلاقة تغيير قواعد لعبة سايكس بيكو التي حققت نجاحا في تمزيق الوطن العربي بتمزيق الممزق، تسهم في تقسيم الدول القائمة لدويلات إثنية ودينية طائفية، ترجع المنطقة العربية لعهود ما قبل النهوض العربي والانبعاث الإسلامي، كي يصبح العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان دولا عديدة يأخذ التناحر بين تقسيماتها الجديدة مأخذه. ازداد عدد النساء اللائي يرتدين الحجاب في شوارع العاصمة الكوبية هافانا، فعلاوة على السائحات القادمات من أماكن بعيدة بات عدد النساء الكوبيات اللاتي اعتنقن الإسلام يزداد يوما بعد آخر. ولم تفلح رطوبة الجو في الكاريبي أو صعوبة العثور على الطعام الحلال أو عدم وجود سوى مسجد واحد فقط في البلاد بأسرها في إثناء هؤلاء النساء عن العثور على ضالتهن متمثلة في الدين الإسلامي. ومعظم من اعتنقن الإسلام من النساء الكوبيات كانت وراء إيمانهن أسباب مختلفة، من الإلهام الروحي إلى الفضول الديني أو عن طريق ارتباطهن بشريك مسلم. تسبب نقص بخار الماء في الغلاف الجوي في تراجع نمو النباتات أو النبات الطبيعي على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين بنسبة 59% في المناطق النباتية في جميع أنحاء العالم. كما كشفت دراسة في مجلة ساينس إدفانس أن معدل نمو النباتات المتزايد في جميع أنحاء العالم استجابة لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يتوقف بسبب زيادة الإجهاد المائي. ووفق الدراسة التي أعدها باحثون صينيون من جامعة سان ياتسان،
في الصين يمكن أن يؤدي الاحتباس الحراري إلى حدوث تغييرات أو تغيرات في مستويات بخار الماء، والتي يمكن أن تؤثر بدورها على معدل التمثيل الضوئي للنبات، وهي العملية التي تدعم نمو النبات. وترجع الدراسة سبب هذا العجز إلى تغير المناخ، فقد كان هناك انخفاض في سرعة الرياح فوق المحيطات، ما يعني أن بخار الماء لا يهب على اليابسة بسهولة، ويمكن أن يؤدي إلى هذا العجز في النطاقات النباتية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.